أنهينا المرافعة في هذا الملف بحيث كانت آخر وصول هذا الملف على مستوى مرحلة الاستئناف. اليوم المحكمة استكملت مناقشة الملف من خلال إتمام مرافعة باقي الدفاع المتهمات. وما يميز هذه الجلسة هذه هو أن المؤازرة ديالتي قد قدمت في حالة صراح بعدما قضت محكوميتها، وأن المحكمة استمعت لمرافعة الدفاع لباقي المتهمات وأعطت لهم الكلمة وتناولوا فصول ومناقشة فصول المتابعة. وبالتالي المحكمة بعد ما استكمل الدفاع المرافعة تاعته وكذلك النيابة العامة عقبات على المرافعة ديال الدفاع خصوصا مما يتعلق بالخبرة الاستشارية التي تم الإدلاء بها في جلسة سابقة من طرف دفاع إحدى المتهمات والتي التمست النيابة العامة استبعادها. المحكمة قررت حجز الملف للمداولة لجلسة الأسبوع المقبل الأربعاء المقبل 27 و يعني تم الحسم في الأسبوع المقبل، سيتم النطق في هذا الملف، سيتم النطق بحكم استئنافي إن شاء الله الرحمن الرحيم هو الذي ننتظره جميعا من أجل معرفة ما سيكون قرار محكمة الاستئناف بهذا الخصوص. فكما تعلمون فإن دفاع المتهمات جميعا يناضلون من أجل براءة مؤازراتهن، وهذا هو الأساس استناد المقتضيات المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية، بحيث أن البراءة هي الأصل وأن الإدانة تكون بعد اقتناع المحكمة اقتناعا صميميا ثابتا راسخا بتوافر جميع الشروط والأركان التكوينية لقيام الجنح التي توبعنا من أجلها. وبالتالي فإن البراءة هي الأصل، وبالتالي فإن الدفاع ناضل من أجل براءة مؤازرات جميعنا، ومن هذا المنطلق فإن الأساس هو البراءة. وبالتالي فنحن كدفاع نؤمن ببراءة مؤازرة ديالنا جميعا، وبالتالي فالجلسة المقبلة اللي هي جلسة النطق بالحكم ننتظر فيها، شخصيا ننتظر فيها القول ببراءة مؤازرة ديالتي من التهم المنسوبة إليها، لأنها غير قائمة الأساس وغير مستندة على أي أساس قانوني، والملف خالي من أي وسيلة إثبات تدينها من أجل ما ودينت من أجلها ابتدائيا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.